السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب تيزي وزو، وعندنا 3 ملاحظات نقولها اليوم. الملاحظة الأولى هو أنه عملية وضع اللوح الإلكتروني بدأت، وللأسف كالعادة اللوح الإلكتروني يتحط فوق التريبين، فوق في بلاصة المقاعد، عوض أن يكون معلق في السقف. وهنا نشوف الصورة واضحة نتاع اللوح الإلكتروني هذا. الملاحظة الثانية هو أنه عملية وضع الكراسي في المدرجات العليا ما حبستش عكس ما قلته، وهي الآن راهي بوتيرة متسارعة، إذن أمر جيد. الملاحظة الثالثة نلاحظها هنا في الصور هو أنه بدات عملية ترميم تاع السقف تاع الملعب، اللي في الحقيقة ما قنعنيش بزاف. وهنا نشوف عملية تاع ترميم تاع السقف، بحيث أنه فيه عيب كبير، وهو أثناء يعني هطول الأمطار يدير حس كبير، يدير حس لأنه هذا السقف هذا مخدوم بالبلاستيك، والبلاستيك هذا وجاي عنده يعني فيه ريزونانس، يدير حس كبير عندما يدير تنزل الأمطار. إذن هذه هي الملاحظات الثلاثة اللي حبيت نقولها، ونخليكم مع نهاية الفيديو نتاع اليوم هذا. والسلام عليكم.